أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: في بداية كل طاعة أفعلها مثل الصلاة وقراءة القرآن يأتي إلي الخشوع، لكن في نهاية الصلاة أو نهاية الورد أفتقد هذا الخشوع، فما توجيهكم أثابكم الله؟ نعوذ بالله من النقص بعد الزيادة ومن الحور بعد الكور. هذا له أسباب، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا نقله من الأدنى إلى الأعلى، فيختم الصلاة على أكمل الوجوه ولا يختمها على أقل الوجوه والأحوال. فاحذر وانتبه، لأن بعض هذه الأمور تأتي بسبب الغرور، وبعضها يأتي بسبب التقصير في شكر النعمة. العبد إذا أنعم الله عليه نعمة ينتبه لشكرها، فاحرص رحمك الله على أن تنتبه لأي طاعة وأي توفيق وأي خشوع، بمجرد أن تصيبه تحمد الله عز وجل ولا تغتر. فمن الناس من يعطيه الله الخشوع في أول صلاته، ثم يدخل عليه الشيطان في آخر صلاته فيعجب من خشوعه، عنده عجب. ولذلك سألت بعضهم وقلت له في آخر الصلاة يختلف حالك؟ قال نعم. قلت له في أيها؟ قال الركعة الثالثة أو الرابعة من الرباعية. فقلت له هل تحس في التشهد أو بعد الثانية بنوع من العجب؟ قال أكثر من مرة. إذا كان الإنسان يدخله عجب، ولذلك إذا وجدته يستمر معك هذا، أو تجلس في مجالس العلم وأنت خاشع ثم بعد ذلك يتغير خشوعك، قد يكون سببه أن الإنسان يجلس أول ما يجلس ونيته خالصة، ثم بعد ذلك يجلس بنية الترويح عن النفس ويستجم، وقد يعطى النعمة ولا يحسن شكرها، وهكذا من الأسباب التي توجب زوال النعم، لأن الله كريم ولا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاحذر من النية واحذر من نفسك فإنها الأمارة بالسوء، واحذر من شيطانك فإنه لا يأمرك بخير. فإذا تفقدت نفسك سيهديك الله عز وجل إلى السبب، لأن هذا عجيب. الحال الأفضل والأكمل أن الإنسان يبدأ بضعف ثم ينتهي بقوة. ولذلك ذكر الأئمة رحمهم الله في صلاة عليه الصلاة والسلام بالليل أنه كان يستفتحها بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يطيل المقرأ، أنه يبدأ عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، لأن النفس تقوى أكثر على الطاعة. فالخشوع والخضوع وحضور القلب ونحوها من الأمور التي يستعين بها العبد بعد الله في طاعته لربه، هذه أمور ينبغي أن يحصل أسبابها وأن يحذر من دخن الشيطان فيها. فنسأل الله أن يلهمك السبب حتى تعالجه. وأظن أعظم الأسباب وأكثرها الغرور والغفلة في النية. تجد طالب العلم يأتي من بيته، يخرج من بيته ونيته طلب العلم، فإذا جلس في أول مجلس العلم واستأنس بأصحابه وأحبابه، أو ركب سيارته مع أصحابه وأحبابه، غفل عن ذكر الله، فأصبح يضحك ويمزح ويخوض في أمور الدنيا حتى يغفل عن ربه، فيجد بعد ذلك قسوة ويقول كيف أني خرجت من بيتي خاشعا ثم أصابتني القسوة. خرجت من بيتك خاشعا وليس في قلبك إلا الله، خرجت من بيتك خاشعا تذكر الله، ثم جاءك ران الدنيا فران على القلب حتى ولو كان من فضول المباحات. وليس معنى هذا أننا نضيق على أنفسنا، لا، لكن الذي يريد الكمالات يتعب، لأن الجنة محفوفة بالمكاره. ليس هذا تحريم لما أحل الله، لك أن تضحك مع أحبابك وأصحابك، لكن اعلم أنك إذا حفظت هيبة العلم ووقار العلم وعلم الله في سريرك أنك تخافه وترجوه، فتح الله عليك بفواتح رحمته ما لم يخطر لك على بال. وإذا خضت مع الخائضين ولهوت مع اللاهين فالأمر بحسبه. ولذلك تجد الأمور كلها تختلف باختلاف ما بين العبد وربه. فإذا بدأ مجدا صادقا ليس هناك أكرم من الله جل جلاله، وليس هناك أرحم بعباده ولا أكثر فضلا ولا جودا منه سبحانه وتعالى. ما كان الله ليعطيك النعمة ويسلبها وهو الكريم. الكريم لا يرجع في نعمته، الكريم لا يرجع في عطائه، الكريم يزيد ولا ينقص ويعطي فوق ما يؤمل. فلذلك إذا علمت هذا فكيف بملك الملوك وبأكرم الأكرمين؟ فإياك ثم إياك أن تظن أن هذا نقص، إنما هو منك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك من نعم الله على العبد أنه دائما في أمور الطاعات والعبادات يراقب نفسه،
لا تجد عبدا حريصا على الخير يوفق في طاعته لله إلى آخر أمره إلا وجدته خائفا وجلا يراقب نفسه في كل صغيرة وكبيرة. وجرب هذا وسيفتح الله عليك. إذا أصبحت تراقب الله في النعم، يأتي الرجل إلى أهله فيجد النعمة ويجد أولاده بخير، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، أو يدخل عليهم في إفطاره فيجد المائدة فيها أصناف النعم، فإذا قال لهم لماذا لم تضعوا كذا ولماذا لم تأتوا كذا ولماذا لم تأتوا كذا، هذا شيء. لكن إذا نظر فخشع لله قلبه وظرفت من خشية الله عيناه وقال يا رباه من أنا حتى أطعمتني وسقيتني، رباه إني جائع إلا أن تطعمني وهذه طعمتك، رباه إني ظمآن إلا أن تسقيني وهذا سقاؤك وعطاؤك، رباه هذه نعمتك، كنت مشردا فآويتني، كنت أعزب فزوجتني، كنت، فإذا بأبواب الرحمة تفتح عليه وسنجزي الشاكرين. أما إذا أقام الدنيا وأقعدها، ضعوا هذا وارفعوا هذا وخذوا هذا، تجد الأول يخوض في رحمات الله جل جلاله من نعمة إلى نعمة وهو يشكر ويذكر. الله يقول وسنجزي الشاكرين، وعد من الله تزاد وتنتقل. فإذا جاء ودخل العبد في صلاة فوجد الخشوع، نظر في نفسه وقال من أنا حتى أخشع، نظر في نفسه كيف صرف الله عنه الشواغل، وجد خشوعا، سمع آية من القرآن فرق لها قلبه، أو سمع كلمة موعظة فخشع لها قلبه، فقال الحمد لله بلسان حاله ومقاله، تجده يزداد من القرب من الله جل يزيده الله بفضله من القرب منه ويفتح عليه. والله سبحانه وتعالى جعل للشكر أمرا عظيما. ولذلك قال الله عن إبليس في معرض ما يفعله بالعباد، وهذا يتنبه له كل عاقل سعيد موفق، قال ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، ماذا بعد ذلك؟ ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. كل الذي يفعله الشيطان ألا تشكر، كل الذي يفعله الشيطان ألا تذكر. فإذا وجدت النعمة تزداد فيها فاعلم أن الزيادة من الشكر بفضل الله، وإذا أردت الزيادة في النعمة فابدأ بالشكر، والشكر لا يمكن أن يعطى إلا بفضل الله، ثم بقلوب مؤمنة تعرف كيف تشكر ربها، قلوب التي تنكسر لربها، ما ليست قلوب المتجبر المتعالي الذي يحس كأن النعمة يستوجبها على ربه والعياذ بالله، حتى إذا دخل في طاعة واستقامة كأنه يتمنن على ربه وعلى الخلق باستقامته، بل يدخل وهو يحس أنه أفقر ما يكون إلى الله عز وجل. فإذا بلغت هذا المبلغ حفظك الله من التبدل والتغير إلا لأحسن حال. فكن مع الله، كن مع نعمه، واذكر هذا الملك الذي غفل عنه الغافلون، واذكر هذا الرب الذي رباك بنعمه وأسدى إليك العظيم من مننه، ولسان حالك يقول يا رب من أنا حتى تحسن إلي، كنت بعيدا فقربتني، وكنت شقيا فأسعدتني، وكنت معذبا فرحمتني، وكنت أنت ربي ولا رب لي سواك. فاللهم ربنا رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تفيض علينا من رحماتك. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا.